يا طارق الباب، يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب، تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا، ولترحم الدار لا توقظ مواجعها، للدور روح كما للناس أرواح. يا طارق الباب.